بعد انطلاقه ولا اروع من احمد حمودي الذي راوغ الجميع ومرر تمريره رائعه لوليد الاحيان متوسطه كان يبحث على هجوم سريع كان يبحث على مساحة الفراغ خاصة في انطلاق سكين وكلها تفكير تكتيكي هو يلاحظ يا ربما في الفراغات اللي قادر جمعة الكرة المصرية أدي وليد أزارو يعمل بالعرض وليد يا ولد لعيب يا ولد جميلة 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 وليد سليمان برافو يا وليد 34 سنة ولا يعني اللعب بهدوء ادي على طول الانطلاقه من اسلام محارب يا ولد لعيب شوف وليد سليمان عملها بسرعه ما بصش الله عليه ثنائيه اهلاويه امام الفريق الذي لم يخسر الا مباراه واحده جماهير الاهلي سعيده ولا الحق التقدم بهدفين يا وليد سليمان بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله في ثلاث لمسات الله عليك يا ولد الله عليك يا ولد لا 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 فر النادي الاهلي بالثلاثه يا سلام يا وليد من محمد الشناوي لاحمد فتحي لوليد سليمان صلاح محسن في واحدة من أجمل لعبات النادي الأهلي هذا الموسم أيوة أجمل لعبة بدأها من الشين هاي باصي لها يشوط هنقول توت توت ولا إيه أحمد فتحي عمل الله عليه الله في الملعب يا مثلثاته يا مربعاته حدوتة الأهلي حلوة عمرها ما كانت ملتوتة جمهور الأهلي مبسوط الله عليك يا ولد وهات لي يا بكرة صفحة جديدة الأهلي في الطريق لبطولة جديدة